الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد سأكسرنا وحياتنا الصوصة ضيء امتحانك إني وآهي سنوك وولبا قبقب النمر وهايو سنة بدا الله نقول أما يو ما أنت أطاريخ ضيكو باقنت هاي todobaad bisha 2022 halka aan ku suganana oo yahay masjid Taqwa oo noo dhisay haajigeena Haaji Muuse Alla karaan noqdo kana mid ah masajida hoosta jamaacadka heer Aabe Sheekh Cabdi Rahmaan Cali muharamna hadii Alla karaan noqdo kutubti aan sanadkan soo qaadanay oo alxamdulillah mahfuudaadka ahaa qayb ka mid ah inaan imtixaankii gabagabada maruha ayaan u qayb qaadano hadii Rabbi noo idmo كتب كاس أو أه معيزة عقيدة الشيباني وأنه بالله بدنيا سنة بعد الله نقول ما يعلن هاي وأنا وأنا بالله بينا بسم الله الرحمن الرحيم سأحمد ربي ضاعة وتعبدا وأمي معظم بالعقيدة وحدا وأشهد أن الله لا رب غيره فعسى تقدما بالبغاوات فردا هو الأغر المبدئ بخير بدايات وآخر من يبقى مقيما أبدا سميع بصير عليم متكلم قالي قل
كتب الله والرسل كلها وزاق عن الشرع الشريف والمهدى وذلك ممن قال فيه إلهنا يرى وجهه يوم القيامة أسودا ولكن يراه في الجنان عبادا لا يوجد جبريل نبيا محمدا وأنزله وحيا إليه وأنه هدى الله يطوب به لمن اهتدى كلام غدير منزل غير محدث بأمر ونهي ودليل تأكدا كلام إله العالمين حقيقة وجل صفات الله هيا تحددا فمن شاك في تنزيله فهو كافر ومن زاد فيه قد ضاق وتمردا ومن قال مخلوق كلام إلهنا فقد قال فالإجماع أجل والحدا ونتلوه قرآنا كما جاء معرضا ونكتبه ونؤمن بالكتب التي هي قبله وبروس حمى الله نفرق كالعادة وإيماننا قول وفعل ونية ويزداد بالتقوى وينقص بالردى فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهبا ولا مقصد التعديل نرضاه مقصدا ولكن بالقرآن ونهتدي وقد فاز بالقرآن عبد قد اهتدى ونؤمن أن الخير والشر كله من الله تقديرا على العبد عددا فما شاء رب العرش كان كما يشاء وما لم يشاء كان في الخلق مجدا ونؤمن أن الموت حق وأننا على الجسم والروح الذي فيه الحدى فمنكر ثم نكر بصحة هما يا سلام العبد في القبر مقعدا وميزان ربي والصراط حقيقة وجناته والنار لم يخلق سدى وأن حساب الخلق حق وأنه رسول الله حق وعبده به لا يدون الرسل ما مبردا ويشرب منه المؤمنون وكل من ساق منه كأسا لم يجد بعده سدا فبريق عبد النجوم وعرضه كبصرى وصنع في المسافات حددا ونشهد أن الله إلى خلقه يهدي بهم كل من هدى وأن رسول الله أبصر ومشى على الأرض من أولاد آدم أوقدا وأنزل له ربه السماوات رحمة إلى في قلين الإنس والجن مرشدا وأثرى به ليلا إلى العاشر رفعة وأدناه منه
له بفضيلة وقد سافروا يوم نبي محمد وأعدوا في العرش شفاعة مثل ما هو لصحيحين الحديث وأسندا فمن شك فيها لم ينلها ومن يكن شفيعا له قد باز فوزا وأسندا ويشفع بعد المصطفى كل مرسل لمن عاش في الدنيا ومات موحدا وكل نبي شافع ومشفع وكل ولي في جماعته غدا ويغفر دون الشرك ربي لما يشاء ولا مؤمن إلا له كافر فدا ولم يبق في النار جهيم موحدا ولو قاتل النفس الحرام تعمدا ونشهد أن الله نصى رسولا بأن عليه أبرار فضلوا أيدا فهم خير خلق الله بعد أنبيائه بهم يقتدي بالدين كل من اقتدى وأفضلهم بعد النبي محمد أبو بكر الصديق ذو الفضل والندى لقد صدق المختار في كل قوله وآمن ووزاه بالأموال حتى تجردا ومن بعده الفاروق وراء سفد له فقد كان للإسلام حسنا مشيدا لقد فتح الفاروق بسيف عوطا جميعا بلاد المسلمين ومهدا وأظهر دين الله بعد غفائه وأدفع وقد قام في القرآن دارا تأجدا وجهز جيش العسر يوما بماله ووسع للمغتار وسع بمسجدا وبايع عنه المصطفى بشماله وبايع على الرضوان حقا ورشدا ولا تنس سير المصطفى وابن عمه ضوعا بنفسه عشية لما بالفراش توسدا ومن كان مولاه النبي فقد قدا عليا له بالحق مولا ومنجدا وضلعتهم ثم سبير وسعد كلا وسعيد بسعادة أسردا وكان ابن عوف بال للمال منفقا ولا تنس باقي صحبه والبيت وأنزاله والطابعين على الهدى فكلهم أثنى عليهم وأثنى رسول الله أيضا وأكدا فلا تقوا عبد الرافع إليا فتعددا فويل وويل في الورى لمن اعتدى فحب جميع الآل والصعب مذهبي غدا به نرجو نعيما مؤبدا ونسكت عن حرب السحابة فالذي جرى بينهم كانت جهادا مجردا وقد ساحت الأخبار عن قتيلهم وقتيلهم في الجنة الخلد قلدا فهذا اعتقاد الشافعي إمامنا ومالك والنعمان أيضا وأحمدا فمن يعتقد كل فهو مؤمن ولا يزال عنه قد تقوى تمردا فيا رب أبلغهم جميعا تحية مباركة تقول سلاما مجددا وقص الإمام الشافعي برحمة وأسكنه لقد كان بحرا للعلوم عارفا بأحكام دين الله أيضا وأيدا فنسأل ربي أن يثبت
لنا علينا ويهدينا صراطك من هدى ويعفو عنا منة وتكرما ويحشر في زمرة المصطفى غدا عليه صلاة الله بمهابة الصبا